بدل ما يطرح المطرب بهاء سلطان ألبومه الجديد، لقى نفسه مطلوب منه يدفع $1.5 مليون بسبب القضية اللي رفعها عليه المنتج نصر محروس، وبيقول إن أخل ببنود تعاقده معاه، وده اللي نفاه بهاء سلطان وقال إنه مش صحيح وإنه تأخير نزول الألبوم مش من عنده لكن بسبب الخلافات مع نصر.